مساكم مساء الخير ومرحبا بكم. بحال كل مساء كنجيوكم بالجديد، ننصحكم نستافدوا ونفوجوا جميع ان شاء الله مع الفريق ديال مساء الخير، مجدولين بن خرابه، هدى حسوان وعمر سموح. مساء الخير. مساء الخير. اليوم كنستضيفوا ضيف شاب مؤسس الشبكه الاجتماعيه ديال المغاربه، سي محمد يعقوبي، اب عالم جديد. مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك معنا. بارك فيك. باش كتعرفوا ان محمد يعقوبي مقاول شاب، اسس الشركه ديالو كانت عنده يلاه 19 عام، مشروع طموح ومعاصر في الانترنت، طورته في 2010 بمساعده برنامج ماروك انوفاسيون اللي تلقاته الحكومه السابقه باش تشجع المقاولين الشباب، واللي زاد عاونك للوصول للهدف ديالك هما والديك اللي كانوا كيشجعوك بزاف. محمد يعقوبي قرا اداره الاعمال في الانجليز وتمكن من اقناع المستثمرين والناس ديال الاشهار باش يديروا الثقه في المشروع ديالو اللي كان على الشبكه العنكبوتيه. اليعقوبي اذن اب عالم جديد. واش انت هو مارك زوكربيرغ ديال المغرب؟ مع العلم ان مارك زوكربيرغ هو مؤسس ديال فيسبوك. كنت نتسنى هادشي. لا حنا نقدموا البروجي ونشوفوا، ولكن واش كتعتبرش راسك مارك زوكربيرغ؟ لا لا، ما كانش مصدر الهام بالنسبه لك؟ كان يمكن له يكون، ولكن غادي نسمعوا على البروجي ونشوفوا، وغادي نسمعوا اكثر على البروجي وغادي نعرفوا اكثر على عالم جديد وعلى محمد يعقوبي بعد فقره المهم. مع العلم ان بزاف ديال الناس اللي داروا عندهم شهادات عليا كيضطروا يخدموا خدمات اللي ماشي في التخصص ديالهم باش يعيشوا، وخاصه الاطباء فين كاين هذا المشكل كثر في كندا، اللي كيسوقوا لي تاكسي ولا هذه هي الخدمه، خدمات اخرى ماشي الطب. محمد يعقوبي، من المثير انك ما تخصصتيش في علوم الحاسوب وماشي دو فورماسيون انجينيور انفورماتيك، منين جاتك الفكره ديال عالم جديد؟ فاش تنقرا في الانجليز كان ديما هذاك ليسبري ديال لونتربرونور، بان تجزا بشي حاجه بوالو تمشي تخدم مع الناس وتجرب تعلم براسك باش تجزا بشي شركه ولا بشي شركه مع التلاميذ الاخرى ولا هذا. وكانوا تيدفعونا باش ما نبغيوش نخدموا على شركات اخرين، نبغيو نجزؤوا بالشركه ديالنا. فهاد هاد 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 ليليمون هذا كان فريمون مهم بزاف فهاد لا ديسيزيون ديالي باش نجزا بعالم جديد. روح المقاوله كالاهتمام بعالم الحاسوب والانترنت. نعم. كيفاش قدرتي ترد الحلم حقيقه؟ كان صعيب، كان حتى اليوم باقي الحال صعيب، بيكوز حيت الناس دابا رجعنا بك للماضي الانجليزي. حيت خصنا نلقاو الناس اللي باغيين يخدموا معنا، الناس يكونوا تتهضر على لومبلوا، خص الناس اللي باغيين يخدموا معنا يكونوا انجينيور ولا يكونوا ديزاينر ولا يكونوا كوميرسيو ويبغيو يبارتيسيبيو في ان بروجي كبير بحال هذا. فصعيب، خدمه بزاف. حتى تما من بعد السنه الاولى تما كنت تنخدم، واخا كنت تنقرا كنت في الليل وفي العشيات فاش ما كناش تنقرا وكنا تنخدموا في السيت وفي التطوير ديالو، وكنا تنجربوا نكونتاكتيو دي زانفستيسور بحال مارك زوكربيرغ، غير باش نلقاو الفلوس باش والاموال باش نطوروا الشركه ونزيدوا بها. الى اي حد مبادره ديال انطلاق عاوناتك؟ انطلاق جا في الاخر ديال 2011 ماشي 2010. فانطلاق جا من بعد ما طورنا، بعد ما بينا بان عالم جديد كان خدام، كان عندنا فاش جزأنا بانطلاق كان عندنا اكثر من 120 الف عضو في الموقع. فجاو عاوننا، فهذا مليون درهم اللي غادي يجي يعاوننا نطوروا التكنولوجيا ديالنا في ميكرو بايمون، اذا لي ميثود ديال باش تخلص طرق باش تخلص عبر الانترنت. واش كان داك الشيء ساهل؟ واش كان طلوع الهبوط باش بزاف حيت خصك تسأب ان بروجي كامل، ان دوسيي، اون ايتود دو مارشي، بيزنس بلان كامل باش يمكن لهم يخرجوا وتكتشف بهاد الانطلاق. كانوا 39 شركه اللي طلبوا ان يكونوا من هاد البروغرام انطلاق، وغير 12 منهم اللي خداو الدعم المالي.
واش كازا غادي تولي هي لا سيليكون فالي ديال المغرب؟ كاين تكنو بارك اللي خدام على هادشي، حنا ماشي في تكنو بارك، ولكن يا بوكو دينيشاتيف، والدوله ديالنا تخدم بزاف باش تدفع لي زونتربرونور ورجال الاعمال ككل باش يجزئوا بشركات في التكنولوجيا ويدفعوا في الانترنت وفي. اذا لا خدمنا مزيان كنا نوليو سيليكون فالي ديال افريقيا. قبيله قلتي بانك ما كتقارنش راسك مع زوكربيرغ، نعم، ولكن شنو الفرق ما بين عالم جديد وفيسبوك، خصوصا وان كاينين مواقع اجتماعيه مغربيه اللي كانت قبل منك بحال وول 5 بحال ارابيك ميتينغ بزاف منهم، شنو الفرق ما بيناتكم؟ الوغ احنا جينا، احنا ماشي شبكه اجتماعيه كفيسبوك داكوغ. كاين شبكه اجتماعيه فين يمكن لك انت تلاقى وتهضر مع عائله واصدقاء ديالك، هذا كلشي عنده كونت في الريزو اللي تنعرفو. ولكن حنا جينا بون نوفيل اوفر، هي كاين سوشيال نتورك، اذا شبكه اجتماعيه، وكاين سوشيال ديسكوفري، هي نوفيل توندونس اليوم في الانترنت اللي تتمكن الناس ان يتلاقاو بناس جديده، اصدقاء جداد، تلعب العاب ولا تذاكر مع الناس جديده في هذا لو كادر ديال الشبكات ديالنا عالم جديد. دونك سي نوفيل توندونس اللي يلاه خرجت هذه 6 شهور ولا 5 شهور واللي عندها دو بلوز اون بلوز دو سوكسي في العالم كامل. يمكن نعطيك ليكزومبل ديال في امريكا اللاتينيه، كاين سونيكو.com ولا كيباسا.com، عندهم 35 مليون ديال الناس مقيدين فيهم، كبار ما تنعرفوهمش. علاش؟ حيت ديال داك البلدان فقط. حنا في المغاربه ما عندنا ما نديرو فيهم، حيت ماشي ديالنا. حنا عالم جديد وبغينا نجزئو بلا ميم شوز العالم العربي ككل. واش كتشوفوا شي تطور في عالم جديد؟ نعم تنشوفوا التطور، وتنشوفوا دو بلوز اون بلوز دو كونفيونس من لي انفستيسور، الناس رجال الاموال اللي تيبغيو انفستيسيو في الشركه ديالنا، حيت تيشاركوا لا فيزيون ديالنا، تيشاركوا فين بغينا نوصلوا، ودايرين الثقه في هذا لو بروجي. اذا اون فيان دانونسي، يلاه قلناها البارح لا بريس، 4 مليون دو ديرام دانفستيسمون، دونك نوفيل لوفي دو فون، دخل اموال جديد العالم الجديد باش نطوروا عاوتاني ونتقدموا وندخلوا الناس بار ديمبلوا، ندخلوا الناس لي انجينيور، نخدموا الناس فرص عمل، ونقدموا الانفراستركتور ديالنا. تري امبورطون. وشحال كتخدم؟ غادي باقيين اسئله كثار، باقيين اسئله كثار، والموضوع مهم ومشوق عفوا. وهاد دوك غادي ندوزو دابا الاول فقره ديال مساء الخير، وغادي نشوفوا نيت عن قرب مواضيع حتى هي شويه خارجه عن العاده. مجدولين اليوم غادي نهضروا على لي سبور. واش محمد عندك اعجاب لي سونساسيون فورت لي سبور اكستريم؟ كاين اعجاب، ولكن ما عمري نقص الطياره. ما عمرك نقص؟ بغيت نقص. كاين مزيان نبغي نقص، ولكن كاين موان دونجور. كايت سيرف. جربتي الكايت سيرف؟ لا ما جربتوش، نبغي نجربو حتى هو. حتى هو يكون مزيان. وتا هو عندنا مواقع، عندنا داخله كامله. اكزاكتومون. وليت بغيت نقول غير كاين انواع اخرى. كاين واحد الموقع قريب من مراكش اللي فيه اكبر مسار جوي في افريقيا، سي دي كابل سسبوندو اونتر لي كولين ما بين الجبال، اللي الطول ديالهم اكثر من 100 متر في الطول، ولا هوتور ما بين ارتفاع ما بين 1 متر حتى ل 120 متر. عالي. داكشي علاش يمكن الاطفال يمارسوا حتى هما هذه الرياضه ابارتيغ دو 12 ans. وكاين حتى دي زاكتيفيتي اللي يمكن ديرهم مع ولادك ا بارتير دو 4 ans في دي كاب سسبوندو اونتر لي زاربل اللي فيهم غير 3 متر حتى ل 4 متر. غادي ناخذوا اتصال. الو. الله يا سيدي الله، بونسواري، اجبروني واجبرني هالبرنامج، اطلونا بالافلام راكم عارفين. انا طلعت لكم ا بروبو ديال هاد السيد ديال لي سبور اكستريميست، كنت مشيت عملتهم، عملهم لي عرض علي نسيبي في لي زيل كناري اللي في مارتسيل، قال لك يلاه نمشيو نعملوا هاد السيد ديال لي سبور اكستريميست، قال لك يلاه نمشيو نعملوا نسمي لو سوا ليلاستيك. انا صحابي هذوك لي لاستيك كنا كنلعبوا في لاميسيون مي كنت في فيكتور يودو، ايوا قال لك مشينا عند واحد المخلي، قال لي ريح ربطني، وقال لي واش نطلع الحاز، انا قلت له طلع ماما طلع زعما ما مخلوعشي، هو يطلعني، عفوني انا ما كنكتبش عليكم، والله الاصلم الى 200 او 3000 كيلومتر باغ اوغ، ديك الشيء بسرعه الطوع، ما قلت انا خفت على بسطامي اللي يطيح لي، ما تصوتش شي حاجه، ايوا اش اقول لك، زينا نهبطوا تقطع لي هذاك لاستيك، اوزمو كنت لابس الاندريسه ديالي، عصاني عملت سوبر باراشوت،
وصح اقول لكم سيتي امبيكاب من هذيك النهار حلفت بالله ما عمري ما نقرب شي حاجه سميتها اكستريميزم صح اقول لك دابا تنلعب التوتسي مع صحابي في الدرب تحيه مع راسها تنلعب لاعوبي ما كاينش شي اغودي ياخذوا لي فلوسي ولا شي حاجه وصح اقول لك مسيو محمد تبارك الله عليك يو فيري جود يلا ايسن تيبيغو ايسن تيبيغو بسواري مشكلة سخفان واخا هكاك مندوب عليه سونساسيون فورت كوكو راه ما عندوش السن كيجي وكيدير مجهود وكيعطينا الرأي ديالو فكرك شي واحد لا لا تضحك نلقاو في عالم الأسفار وعالم السياحة واللي هو المحور ديال هذا الأسبوع في فقرة وجد راسك ورابع معنا قبل من الفاصل هضر لينا عمر على لي زاجونس دو فواياج وهضرنا قبل على التاثير ديال الانترنت على لي زاجونس دو فواياج محمد واش ما كنظنش ان انترنت اثر على لي زاجونس دو فواياج وعلى المهن ديال الخدمات لي ميتي سيرفيس بصفه عامه اثر على الخدمات كاملين ك ديال لي سيرفيس ولا ميم لي اندستري اي واحد اليوم كشركه خصو يكون عنده اون بريزونس في هاد الشبكات الاجتماعيه حيت ما عمرو كان يتمكن الناس ان الشركات يتذاكروا مع 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 الناس ديالهم بحال اللي تديروا نتوما في الشبكه الاشتراكيه باش تشوفوا شنو الناس تيقولوا على ليميسيون تيقولوا على الفيدباك لو روتور وباش تستافدوا منهم وتطوروا ليميسيون ديالكم كاين بزاف الشركات اللي تيديروا هادشي دو بلوس ان بلوس دونك هادي مهمه جدا سويت الى ما تبعاش يقدروا يطيح المردوديه ديال الشركه ديال لا يمكن لي كونكورون ديالهم يديروها وتما يتاثروا ب كتدخل في نطاق استراتيجي ماركتينغ ديال لونتربريز ولا هذا يعني خاصها تعرف شنو الناس يقولوا عليها حتى بالنسبه للريبيوتاسيون ديالها باش يمكن لها ديفلوبي لي مارشي ديالها من بعد هدى اليوم الموضوع هو علاج كنشوفوا غير في لي ديسان زانيمي والرسوم المتحركه والافلام اليوم غادي نهضروا على العلاج بليبنوز محمد عمرك جئتي لهاد الانواع ديال العلاجات ايبنوز او علاجات اخرى بحال هكا اللي ماشي معتاده لا ما عمري وتبغيت يكون معنا مثلا الهيبنوتيزور ولكن لا جرب فيكم باش نشوف خصك تجرب فينا حنايا واخا وانت حنا بغينا نجربوا فيك باش نشوفوا انا خذت اتصال الو السلام عليكم عبد الله نصاب بمراكش طلبوا التسليم روكارديسي سير ياخوبي لوكاتمي هير شوف مزيان ما تهممش شنو المود باس ديال شوفوا هنا مجدولين ريغارد ريغارد بيان ما تضحكي ريغارد بيان شوف مزيان شكون المش ما عرفتي عمر بسم الله عمر عندي لك واحد السؤال وما تحشم ما والو قول الصراحه علاش انت داير بحال هكا بوركوا يلا اكل لي بنوز راه ايبنوتيزور غنجي لكم شي نهار بصح ايبنوتيزيكم ان شاء الله السلام عليكم مرحبا بك مجدولين شكون هو النش ما عرفت غادي نعاودوا نرجعوا للاسئله ديال الضيف ديالنا فان ديال حمزة المشاهد سؤال مشاهد سؤال اذا محمد غير نرجعوا لذاك النقطه ديال الفكره ديال العالم الجديد بغى يهضر مع المغاربه ماشي غير بوحدهم بغى يهضر مع المغرب العربي واش كتظن ان غادي ينجح عالم جديد في جمع المغرب العربي قبل من السياسيين حنا ماشي حنا ما تندخلوش في السياسه حنا سي ان ليو ديفيرتيسمون فهمتي الناس يدخلوا من بعد نهار الخدمه ولا النهار هذا باش يشاركوا مع الناس جديده مع يتلاقاو بالناس و ويشاركوا ولكن ماشي انتما اللي كتختاروا مثلا الا كانوا دي رياكسيون في الوسط ديال لو سيت ولا شنو يعني واش كتحذفوا كاين اللجنه اللي كتحذف يا با دي سانسور ما كاينش سانسور كاين لا موديراسيون كاين كف كل محل في انترنت كاين ان سيغتان نومبر ديال لي شوز اللي ما يمكنش الواحد يديرهم بحال لا فيولونس بحال لاتاك دو على لي ريليجيون ولا لا نوجيتي ولا شي حوايج بحال هادو كتدخلوا فيهم نتوما ما تندخلوش فيهم تيتحذفوا باسكو كاين سيلول دو موديراسيون شحال بعدا ديال الناس خدامين في عالم جديد اليوم عندنا اون ايكيب ديال خمسه ديال الناس اللي خدامين ولكن بهاد الاموال اللي دخلوا لنا كانفستيسمون غادي نتمكنوا ندخلوا الناس اكثر تزاد عالم جديد في المغرب عالم جديد تزاد في المغرب حتى لفين يقدر يمشي عالم جديد
عالم جديد غادي نبقاو نكبروا فهمتي عندنا حنا لوبجيكتيف ديالنا هو نساهموا ونعطيو الناس دي نوفيل تكنولوجي امكانيات اكثر باش يشاركوا ويتذكروا بيناتهم ويتلاقاو ولكن اسمح لي مثلا فلم اللي كتبغي تكون عالمي ما كتختارش اسم عربي هادشي لا ريغل اللي معروف نتوما اختاريتوا اسم عربي اسم عربي عالم جديد حيت من بعد هادشي اللي وقع ديال لي نوفيل تكنولوجي ديال كلشي اليوم ديموكراتيزاسيون ديال الانترنيت وديال هذا لقينا بان هذا الاسم قوي بان عالم جديد فعلا ديال الناس ديالنا هذا كموقع عربي فنتمكنوا نشاركوا ونتذكروا مع الناس ديالنا بعد درتو نيتود في 2009 جوستومون باش ديفلوبيو هذا الكونسيبت ديالكم من النتائج وصلتوا لها ليتود نديروها كل شهر تقريبا حيت كل نهار تنتوصلوا بدي سونتين ديال لي زيميل من الناس بحال اللي كنقول دي غوتور فيدباك وتنستافدوا بزاف من هاد لي غوتور ديال الناس تيقول لك مثلا نحملش هادي مثلا نبغيش هادي تعجبني هادي بزاف طوروا هادي وتنستافدوا من هادوك تنديروا نيتود داخل الشركه وتن ونادابت تنطوروا داكشي اللي يعجبهم الناس داكشي اللي ما يحبوش ولكن هذيك ديال 2009 بدا عاون هي اللي عاونتكم باش ديفلوبيو الكونسيبت ديالكم فعلا قلتوها على حسب المغاربه نعم. يعني شنو كيميز المغاربه على الاخرين ما كاينش تميز زعما ديال المغاربه ولا ديال هذا سي دي توندونس لاحظنا بان الناس كان باغين محل ديالهم ما بغاوش يبقاو في محل عالمي فهمتي بغاو يجيو في محل اللي كان مصيب ليهم اللي خدامين فيه الناس ليهم يحسوا بان الموقع راه ديالهم وخدمنا تيعجبهم داكشي ديال التصاور بزاف خدامين بوكو هيك لي فوتو لي فيديو تو سكي حنا اون ابليكاسيون كي مارش تري فور كي ميت مي ولا سبوت لايت هاد لي ابليكاسيون تيعطيوك الامكانيه بان انت دير طون بروفيل التصاور ديالك اون افون باش يتلاقاو بك الناس اكثر هادو سا مارش تري تري فور على الصور دوك الصور اللي كنشوفو في صفحات الاستقبال ديال عالم جديد ديال المغاربه هادوك ديال الناس اللي مستعمل المكان ديالنا واللي عطينا الحق بان نستعملوا داك الصور الصور ديالهم نعم. انا عندي واحد السؤال اللي كانوا باغي باش نكمل هاد الناس كانوا باغيين يبانوا في الصفحه باش يبينوا راسهم اكثر خلصوا ماشي شي اشهار ولا شي حاجه بزاف ديال الملاحظين ركزوا على الدور اللي لعباتو الشبكات الاجتماعيه في الثورات ديال الربيع العربي شنو رايك حنا ما دخلناش فهادشي حنا عاوتاني حنا عندنا محل في الناس تيتذكروا تيشاركوا الجميع من الحوايج ولكن ما تندخلوش فهادشي ديال السياسه ولا عالم جديد ما صلحوش الناس كموقع اللي لهاد الثورات ولا ولكن تقدر تهضر على اللي بغيتي في موقع اجتماعي فعلا ولكن اختاروا حيت من الاول فهموا الناس بان الناس اللي تيدخلوا عندنا فهموا بان في هذا الموقع باش يخرجوا من لا روتين لا بغينا طول لي جور تيجيو تيتلاقاو بناس جديده ما حسوش بان كنخصهم يشاركوا على داكشي ديال الثورات ولا لو برينتون غاب ولا هادشي اللي وقع اذا كنتوا الثورات كاينين ولكن كنتوا نتوما ما كتهضروش عليهم ما كناش ندخلوا في داكشي حتى الناس ديالنا حيت كنمكنوا من الناس هما يختاروا يهضروا على هادشي ويهضروا عليه ما اختاروش بان يهضروا على داكشي اللي كان تيوقع في الموقع ديالنا شكون هما في نظرك الشخصيات المغربيه اللي كيستعملوا بزاف لي ريزو سوسيو او الشبكات الاجتماعيه كاين لي بويتيسيان بحال هادشي مثلا بغيتي احمد رضا الشامي كاين منصف بالخياط فاش كانوا مينيستر بداو بزاف كانوا في بريزون في فيسبوك في تويتر بزاف بوستي واحد الفيديو في يوتيوب شامية كانوا كيستعملوها كطريقه اساسيه باش يتواصلوا مع بحال اللي كنت نهضر قبيله على الشركات كانوا تيستعملوا الشبكات الاجتماعيه كطريق للتواصل مع الناس حتى السياسيين ولا كيستعملوا عالم جديد السياسيين باش لا حتى واحد ما تقيل عندنا مازال ما تقيل عندك حيت عاوتاني سي ان ليو دو ديفيرتيسمون برينسيبال ولكن سي ان ليو اللي تيكونوا فيه الشباب بزاف الشباب بزاف يمكن لهم فعلا يكونوا تما باش يتذكروا معاهم ديريكتومون ولكن ليدي من الاول ديال لو سيت سيتي فريمون هاد ليو ديال ليشانج سامبل سون بريز دو تيت ديال لي جون هضرتي على ليدي دابا ولكن ليدي تاهي بالنسبه للمقاولين الشباب تاهي محتاجينها بالنسبه ل ديفلوب الى بغاو ديفلوبيو اون ايدي ديالهم ولا ان بروجي ديالهم يعني شنو هي النصيحه ديالك اللي تقدمها للمقاولين الشباب اللي بغاو يدخلوا لهذا الميدان هذا يفو خص الواحد يكون كوراجو حيت في هاد لا كولتور عندنا اللي في المغرب ماشي سهل باش الواحد اللي يكون صغير في عمره يمشي يجذب شركه ويدخل الناس ويمشي يقول للناس اللي عندهم 30 ولا 35 عام انا راه خدام شي حاجه كبيره اجي خدم معايا وغادي نديروا شي حاجه كبيره سي تري دور فهمتي دونك خاص الواحد يكون عارف شنو باغي يدير باش يبو كونفانكر فهمتي لي جون اللي موراه واللي دايرين به باش يديروا
اموال ils investissent في شركه او حيت باسكو سا ديموند بوكو بوكو دارجون فهمتي اي وباش يخدموا معاه ويطوروا الشركه كنذكروا ان الشركه اللي اسس محمد يعقوبي هي شبكه اجتماعيه واللي لادريس ديالها www.alamjadid.com راه كتشوفوها في اسفل الشاشه ان حنا كان كيف ما قلتي كنتواصلوا بزاف مع المشاهدين ديالنا عبر الشبكات الاجتماعيه وكانوا بزاف ديال الاسئله اليوم حول الشخصيه ديالك حول محمد يعقوبي وكذلك حول عالم جديد واختارينا من هم شي وحدين نتمنوا انه ديجا بزاف ديال الناس ما كانوش عارفين شنو هو عالم جديد راه قدمتي لنا بوضوح المشروع ديالك وغادي ناخذ واحد السؤال الاسم ديال الانسان اللي وضعوه ماشي واضح تيقول لك واش يمكن نقولوا باللي انت كتنقل ولا مبدع كاين ان غران انتربرونور ماشي واحد رجل اعمال سميتو فابريس غراندا اللي دار ما عرفتش واش تعرفوا ولا لا اللي دار الكاتشير سيريال انتربرونور تنسميوه والحاجه الاولى اللي تيقول فاش يمشي لي كونفيرونس هي جو سويز ان فولور بروفيسيونيل انا شفار بروفيسيونيل علاش؟ علاش تيقول هادي حيت هو تيشوف بان لونتربرونيا هي لي زوبورتينيتي افون تو هي تشوف اون اوبورتينيتي دو بيزنس اللي غادي تقدم لو كوتيديان ديال الناس ولا ان تيرم دو سيرفيس ولا هذا اي غادي تادابتيها اون بارتي دو موند فين ما كايناش دارها بور بلو دو 15 بيزنس ديالو فهمتي خداهم الامريكان فاش كانوا تخدموا وداروهم في اوروبا فرنسا في روسيا وهذا وتمشاو بزاف دونك انا ما نقولش بان حنا تنقلوا حيت سي با سكون في حيت بحال اللي قلت قبيله كاين الكثير اكثر من 25 المره الاخرى اللي حسبنا ديال الشبكه الاجتماعيه في العالم منها بحال اللي قلنا هادو الكبار تعرفوا فيسبوك تويتر كاين منها حتى صغيره اللي ما كاينينش اللي ما تعرفوش عليها حيت ماشي ديالنا بحال داك 20 في اسبانيا راه قريب لينا بحال في المانيا ستودي فوتشات اللي عندهم اكثر من 20 مليون ديال ليزيتيزاتور امريكا اللاتينيه 35 و 50 مليون ديال ليزيتيزاتور لسونيكو وكي باسا هادشي كبير بزاف فهمتي وهاد السيت كاملين ما ايزون با فولي اون ايدي حيت واحد تي انسبيرا من الاخر ولكن الا ادابت سا ان مارشي البلد ديالو نعطيك انا السؤال ديال المهداوي السؤال ديال المهداوي عبدال وقيل سميتو لماذا تم تغيير الاسم الاصلي الذي اظنه كان في الاول بلاجي بوك ام انك اشتريت الموقع من صاحبه الاصلي الوغ بلاجي بوك مش هو عالم جديد كان عالم جديد قبل بلاجي بوك بلاجي بوك جا تقربنا بهاد المؤسسين ديالو وشرينا بلاجي بوك دخلناه في عالم جديد فبلاجي بوك عالم جديد ولاو شركه واحده ولو موقع واحد سؤال ديال بلال لوحة اللي كيسولك يقول لك ما هي الصعوبات اللي واجهتيها وكيفاش اشتهر لو سيت راك جاوبتينا عليه واش كتربح من لو سيت الوغ حنا من طريقه ديال باش ندخلوا الفلوس حيت باش نخلصوا هاد الناس اللي خدامين معنا ونديروا هاد الاشهار ديالنا راه سا دوموند دو لارجون تنديروا الاشهار اشهار عندنا الكثير من دي غراند مارك دي غراند انستيتيوشن الشركات الكبار المغربيه اللي شاركوا عندنا اللي تيديروا اشهار عندنا كل شهر اللي تمكنونا باش ندخلوا شويه الفلوس باش تمكننا نخلصوا الناس ولكن اليوم مثلا خدامين باش نوصلوا لذاك الحد ولكن مازال ما وصلنا ولكن دابا واش كتخدموا الناس دابا؟ قاسم عندي لا روبريك امبلوا يعني الا كتخدموا الناس نقول لكم تنقلبوا على الناس تنقلبوا على دي انجينيور تنقلبوا على دي ديزاينر على دي كوميرسيو دي شيف دو بروجي دونك اللي عنده الكاباسيتي اللي بغى يجي في هاد ليكسبيرونس ديالنا مرحبا غتخلصوهم غادي يخدم لواحد معنا ما عرفتش اسكو جو بو دوني مون ايميل لا بيان سور دونك ام كوم محمد @ عالم جديد .com دونك سي تري سامبل بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا اللي عنده اسئله اللي عندهم على البروجي اللي بغاو يشاركوا معنا اللي بغاو اي حاجه هاد الايميل هو ممكن غير تذكر بالايميل ديالك ام ام @ ام @ عالم جديد .com اخر سؤال عمر السؤال ديال اسماعيل النوراني كيقول كيفاش تتعاملوا المغاربه مع الموقع ديالك واش مستعد تجي لواحد الجمعيه تفيدنا بافكارك الرائعه نبغي نجي عطى الميل ديالو عطيت الميل ديالي مرحبا يصيفط لي ميل تنشاركوا بزاف على مجالي تنبغيو تنمشيو مشينا لكثير من المدارس حيت يبغيو يشوفوا هادشي ديال لونتربرونيا كنا هادي جوج سيمانات في ليزيت دونك اون ايكول سوبيريور هذا التوريزم دو توريزم هذا
de textile aussi, beaucoup de domaines. Et aucun barin n'a cherché l'expérience, la courte expérience, les aidna, de la chance, les cantes aidna, besh cherché au match. C'était une très belle expérience. Hélas, on devrait nous chercher, nous chercher le madaris ou Chabab. Ou Chabab. شكراً بزاف محمد يعقوبي شكراً الحضور ديالك معنا وقاعد المعلومات الجديدة اللي زدتينا شكراً الفريق مساء الخير شكراً للمشاهدين ديالنا الملتقى غدا إن شاء الله نفس الوقيتة الله ينسيكم على خير